اهلا وسهلا بيكم. تعالوا النهارده مع بعض نعمل الكحك الحلو دون، ونعرف سر الدوبان بتاعه، ونعرف هو هيتعمل على البارد ولا على السخن، هنعرف هيتعجن بلبن ولا بميه، ونشوف ايه اللي بيخلي الكحك ينشف. تعالوا مع بعض نعمل الكحك الدايب. بيكم فيديو جديد، وتعالوا النهارده هنعمل مع بعض الكحك. مكونات الكحك سهله جدا وبسيطه جدا، موجوده في كل بيت. تعالوا مع بعض نشوف المكونات. انا هعمل النهارده نص كيلو، انتوا تقدروا تضعفوا الكميه لو انتوا حابين. ده نص كيلو من الدقيق، معايا كوبايه وربع من السمنه، سمنه بلدي. ما دام هنعمل بسمنه بلدي يبقى مش هنحط ريحه كحك، تمام. معايا هنا ايه، انا قلت هنا نص كيلو دقيق، يبقى هنحط نص معلقه كبيره سكر، نص معلقه كبيره خميره فوريه، نص معلقه كبيره سلسل، وذرة ملح عشان نربطهم ببعض. نص كيلو من الدقيق، نص سكر معلقة كبيرة، نص خميرة فورية، نص سمسم، وذرة ملح. بس هي دي المكونات بتاعت الكحك بتاعي. كل اللي انا هعمله، انا هعمل الكحك بتاعي على السخن علشان يعيش مدة اطول ويقعد معايا مدة اطول، و ما يعطنش وما يبقاش ريحته مش كويس. هاخد الكوبايه وربع واحطهم في حله واقدحهم، اسخنهم كويس جدا. فانا هحطهم في الحله واسخنهم كويس جدا وارجع لكم. وقبل السمنه بتاعتي ما تسخن كويس قوي، هبتدي انزل على الدقيق بالمكونات اللي هي السكر والخميره والسمسم وزاره الملح، واخلط المكونات دي كويس جدا. معايا هنا كمان ربع كوبايه من الميه الدافيه، دي اللي هنلم بيها العجين. عايزين تعرفوا ايه سر اللي بينشف الكحك، ان احنا بنعجن بلبن، اللبن بينشف الكحك. احنا هنعمل العجينه هنلمها بميه دافيه، ربع كوبايه ميه دافيه بس. انا هنا خلطت السمسم بالخميره سكر وذرة الملح كويس، وهروح اجيب السمنه وارجع. وادي السمنه معايا ايه، قدحت كوبايه وربع، هبتدي انزل بيهم على نص كيلو دقيق. بصوا لازم تعمل الفوران والغليان ده. طبعا السمنه سخنه جدا فمش هينفع اعجن بايدي، فمعايا معلقه هبتدي بقى ادخل السمنه في كل الدقيق اللي عندي. انا هنا اهو دخلت السمنه في كل الدقيق، بس لسه الدقيق بتاعي سخن، فهفضل اقلب بالمعلقه كده لغايه ما العجينه او الخليط اللي معايا دون بتاع الكحك يبرد شويه. فانا هقعد افرك فيه كده بالمعلقه لغايه ما درجه حرارته تنزل شويه، وبعدين نرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. وهنا العجين بتاعي درجه حرارته نزلت، فهفضل اعجن بقى كده وابس الكحك بتاعي كويس قوي بالسمنه علشان يطلع ناعم. وهي دي الحركه اللي بتخلي الكحك بتاعنا ناعم جدا. هفضل بقى ايه اعجن فيه كده او ادخل فيه السمنه، يعني تقريبا 10 دقايق ودرجه حرارته تكون هديت خالص. انا هنا دخلت كل السمنه وبسيت العجين بتاعي كويس. معايا هنا ربع كوبايه ميه، هبتدي بقى ألم العجينة بتاعتي. السوائل ما تبقاش كتير عشان ما تنشفش الكحك بتاعي. بص اهي ابتدت تتلم اهي. ما
يا دوب ربع كوباية مية على نص كيلو دقيق. أنا هلف كل اللي في إيدي وأرجع لكم. وأدي العجينة بتاعتي اتلمت أهو كويس، يا دوب ربع كوباية مية، محطيناش لبن محطيناش بيكنج باودر، إحنا يا دوب حطينا نص معلقة من الخميرة الفورية. هنبتدي بقى إيه نشكل الكحك بتاعنا. واجيب الاشكال اللي هنشكل بيها الكحك وارجع لكم. ادي الكحك بتاعي اهو، وادي الطاق او المكبس بتاع تقطيع الكحك، في منه كبير وفي منه صغير، اشكال كتير، وفي المنقاش النحاس بتاع زمان. طبعا بالشكل اللي انتوا تحبوه وبالطريقه اللي انتوا تفضلوها تعملوا بيها. انا هاخد كورة صغننة خالص كده اهو من قطعة العجين بتاعتنا، ابتدي اكورها. طبعا انا عاملاها هنا صغيرة، تعالوا نجرب نعمل بالمنقاش. ايه رأيكم في الشكل ده؟ جميل اوي، صغننة كده وواحد ياخدها قد البق يعني مرة واحدة. هنعمل مع بعض واحدة تاني، هنجرب مع بعض المكبس ده بس نشوف كويس ولا مش كويس. انا لسه بينهم بصراحة، هجرب تاني. قطعة على قد المكبس ده، نضغط كده شوية ومن فوق، هي دي بتزق العجينة بتاعتي برضه صغنطوطة كده وايه برضو. هعمل ايه مسافات بين كل واحدة والتانية، نعمل مع بعض واحدة اتنين للمنقاش. بصوا انتوا تقدروا بقى تتحكموا في حجمها الكبيرة صغيرة دي بتاعتكم. انا يا دوب قطعة قد الليمونة اهي علشان تبقى حكاية صغننة. نقول مع بعض كده شوية حاجات احنا عملناهم. احنا ما حطيناش بيكنج باودر، ما حطيناش ريحة كحك عشان عملنا الكحك بتاعنا بالسمنة البلدي. حاجة تاني، احنا يا دوب حطينا ربع كوباية مية على النص كيلو دقيق. هنعجن بمية، مية دافية، مش هنعجن بلبن عشان اللبن بينشف الكحك. هخلص الكمية بتاعتي كلها هنقشها ونرجع نشوف شكله بقى عامل ازاي. انا هنا خلصت تشكيل الكحك بتاعي. عايزه اقول لكم شكل المنقاش شكله احلى بكتير من الاقطاع الجاهزه. حاجه تاني مهمه جدا في الكحك، احنا اول ما نقطعه على طول احنا مش هنسيبه يخرج. مش معنى ان احنا حاطينه في خميره فوريه ان احنا هنسيبه يخرج، لا، احنا هنخبزه على درجه حراره 200 وهنسيبه. احنا مش عايزينه ياخد برده لون، يا دوب بس يحمر من تحت ونطلعه على طول. فانا دلوقتي مسخنه الفرن من قبليها، مدفياها بقالها 10 دقايق، وهبتدي ادخله على درجه حراره 200 اسويه يحمر من تحت بس. وادي الكحك اهو بعد ما طلع من الفرن، انا هسيبه يبرد خالص، مش همسكه مش هحركه من مكانه عشان لو جيت جنبه وهو سخن هيتفتفت خالص عشان هو دايب ولسه سخن. فانا هسيبه زي ما انتم شايفين اهو، هو من فوق ما خدش لون، هو من تحت بس اللي خد لون ذهبي. فانا هسيبه لما يبرد خالص ووريكم من تحت عامل ازاي وتسويته عامله ازاي. عايزه اوريكم شكل التسويه بتاعته من تحت اهو بعد ما برد، يا دوب واخد لون ذهبي خالص، يعني ذهبي بسيط قوي، ومن فوق مش واخد لون، هو ولا فرش ولا شكله اتغير، نفس النقشه اللي احنا عملناها. ايه هبتدي بقى احطه في طبق، والحبه اللي انا هقدمهم بس هما اللي هحط عليهم سكر بودره. ما احطش كميه عليها سكر بودره واسيبها، لان هو في سم كتير فهيشفط السكر. فاحنا هنقدم بس على قد ما هنقدم هنحط سكر بودره. فانا هحط
ناكل شوية كده ونروح ناكل شوية مع بعض. تعالوا مع بعض نحط سكر البودرة على الكحك اللي عملناه الخميرة اللي عملناه على السخن، وما حطيناش فيه ولا بيكنج باودر ولا لبن. ايه رأيكم؟ شكله حلو قوي. اتمنى تجربوه واتمنى يعجبكم. فعلا هو دايب جدا وطعمه وريحته تحفة. استنونا في فيديو جديد، وباي باي.